بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم 74، ايه الفرق بين القمرة الساقطة والقمرة المقلوبة والقمرة المدفونة؟ نتكلم بوجه عام الاول، القمر كله واحد، سواء كانت مقلوبة او قمرة ساقطة او قمرة مدفونة، السيزميك بتاعها واحد. ان انت بتعمل ايه، ان الاحمال سواء احمال حية او احمال ميتة بتبقى طبعا متوزعة على البلاطة الخرسانية بتاعتك. البلاطة الخرسانية بتوزع الاحمال على القمرات بمقدار معين، سواء كان يعني على حسب مثلا البلاطة، هل هي وان واي او تو واي او ايا كان، هل كانت القمرة دي ثانوية او هل هي قمرة رئيسية وفي قمرة ثانوية بتعمل عليها حمل مركز. ايا كان، فكرة القمرة كلها واحدة، ان الاحمال بتتنقل عليها بطريقة معينة. تمام. ده الكلام ده في التصميم. اللي بيختلف بقى بين القمرة الساقطة والقمرة المقلوبة والقمرة المدفونة 3 حاجات: اولا شكل القمرة، تاني حاجة وضعية القمرة بالنسبة للبلاطة، تالت حاجة في جساءة القمرة، وفي حتة رابعة بتختلف الى حد ما يعني شوية، ما بتختلفش كتير بين القمرة الساقطة والمقلوبة، بس بتختلف في القمرة المدفونة، ألا وهي الحديد، شكل التسليح فيها. التسليح شكل واحد، قصد آسف، التصميم شكل واحد. يعني أنا لما باجي أصمم بصمم على أساس إن هي قمرة، فالقمرة دي هتتحط فيها 4 سياخ، سواء كانت مدفونة أو مقلوبة أو ساقطة، هي بتحط فيها 4 سياخ. تمام. لكن اللي بيختلف الـ4 حاجات دول: الشكل، وضعية القمرة بالنسبة للبلاطة، الجساءة، جساءة القمرة، رابع حاجة اللي بتختلف شوية الحديد، التسليح بتاع البلاطة، آسف، تسليح القمر. تعالوا نشوف أول حاجة، نقرأ الكلام ده ونشوف أول حاجة معانا، القمرة الساقطة. أول حاجة، اعتبارات عامة بالنسبة لكافة أنواع القمرات، يتم حساب الأحمال لكافة أشكال القمرات وتصميمها ورسم تفاصيل التسليح الرئيسية والثانوية ووضعية الكائنات لها بنفس الكيفية والطريقة. الفرق الوحيد هو وضعية كل منها بالنسبة للبلاط، ووضعية تسليح البلاطة بالنسبة له، وجساءة القمرة في التحميل. تعالوا نشوف أول قمرة، القمرة الساقطة أو البروجكتد بي. شكلها بيبقى بالشكل اللي قدام حضرتك ده. دي أكتر أنواع القمرات جساءة، أكتر وأحسن نوع تقدر تستخدمه، يديك ستيفنس ويديك جساءة عالية. تاني حاجة هو النوع الديفولت بالنسبة لك، يعني أنا أيا كان بخش هعمل بلاطة سوليد سلاب، فهحط قمرات بروجكتد بي، قمرات ساقط، إلا إذا المعماري ألزمني إن أنا أقلب القمرة دي، إن أنا أقلب القمرة دي أخليها مقلوبة، زي مثلا مدخل الجراج، مدخل الجراج، فما ينفعش القمرة تكون مقلوبة كده، عشان الكلير هيد بتاع مدخل الجراج، عشان احقق كلير هيد او ارتفاع صافي عشان العربيات تعرف تخش، فبالتالي بقلب القمر. او المعماري شرط عليا ان ما يبقاش فيه قمره ساقطه في المكان ده، فبقلبها قمره مدفونه. تمام. بس الديفولت بتاعي، الاساس بتاعي، القمره الساقطه زي اللي قدام حضراتكم في الصوره اللي فوقيه دي قمره ساقطه اهي، اللي هي القمره دي. تمام. دي قمره ساقطه، هي اكثر انواع القطاعات شيوعا، ويتم استخدامها بشكل افتراضي الا في وجود ضوابط معماريه او انشائيه. منسوب البلاطه، فالبلاطه فوق منسوب القمر. دي البلاطه يا باشمهندسين اهي، دي البلاطه اللي هو الخط ده والخط ده، دي البلاطه اهي، دي كده البلاطه اهي، ودي القمرة بتاعتي، عشان كده احنا سميناها مقلوب. المسافة ده كلها دي من أول هنا كده، من أول قاع البلاطة لحد قاع القمرة، اسمها سقوط القمر، سقوط القمر. من أول هنا كده بقى، من أول البلاطة من فوق لحد هنا كده، ده اسمه ارتفاع القمر. يعني ارتفاع القمرة، القمرة أصلا هي ده كلها دي، من أول هنا كده لحد كل ده كده، دي كل دي كده ارتفاع البلاطة اللي احنا بنقول عليها ايه يا باشمهندسين، الدي او التي. تمام. الدي ناقص الكفر، التي بيساوي، اسف، الدي بيساوي التي ناقص الكفر، التي ناقص الكفر الخرساني اللي هو 2.5 سم. تمام. ده بالنسبة لارتفاع القمر. رقم حاجة،
رقم اتنين منسوب، المنسوب ده اتكلمنا عليه اللي هو منسوب البلاطة من فوق هو منسوب القمر. تمتاز بأنها أكثر جساء من القمرات المدفونة ومن القمرات المقلوبة. عند تصميمها تنقسم إلى 3 قطاعات مختلفة حسب اتجاه العزوم المؤثرة على القطاع، ممكن تبقى ريكتانجولار سيكشن أو ال سيكشن أو تي سيكشن على حسب شكل العزوم وعلى حسب شكل الأحمال اللي عليها. يبقى القمرة البروجكتد بيم هي الأساس عندك، الديفولت، هي الديفولت عندك في أي تصميم، إلا إذا وجد ضوابط معمارية أخرى تستلزم إن أنا بحول القمرة دي من قمرة بروجكتد مقلوبة، من قمرة بروجكتد قمرة ساقطة لقمرة مقلوبة أو قمرة مدفونة. وضعيتها بالنسبة للبلاطة زي القمرة اللي فوقية دي كده، منسوبها من فوق هو منسوب البلاطة. بالنسبة للقمرات المقلوبة بقى، تالت حاجة الجساءة بتاعتها قوية جدا في الجساءة، هي أكتر أنواع القمرات جساءة. وعند التصميم بناخد في اعتبارنا هل هي ار سيكشن ولا ال سيكشن ولا تي سيكشن على حسب، على حسب الضغط، شكل الضغط فيها. يعني هنا شكل الضغط على واقع على شكل مستطيل، هنا على شكل حرف ال ال وهكذا. تعال نشوف بقى القمرة الساقطة، القمرة المقلوبة آسف، هي مقلوب القمرة العادية. تعال أول نرجع للقمرة البروجكتد العادية، الحديد الرئيسي فين فيها يا باشمهندسين؟ الحديد الرئيسي أهو تحت، والحديد الثانوي بيبقى فوق، ممكن يبقى حديد ثانوي أو شرينكج أو علاقات كمان، يبقى الحديد الرئيسي فيها أسفل القمر. تمام، تعال بقى نشوف القمرة المقلوبة، نفس كيفية القمرة العادية بالظبط، لكن منسوبها بتبقى مقلوبة كده بالشكل ده، بيبقى السقف اهو يا باشمهندسين، ده بلاط السقف اهي، تمام، ودي القمرة بتاعتي بتبقى مقلوبة كده، لكن شكل الحديد واحد، شكل الحديد واحد. ازاي بقى يا باشمهندس؟ الحديد الرئيسي فيها فين؟ تحت اهو، ده الحديد الرئيسي بيبقى من اسفل اهو، والحديد الثانوي برضو من فوق، نفس كيفية القمرة المقلوبة نفس كيفية القمرة الساقطة بالظبط. تمام، لكن طريقة التصميم واحدة وشكل التسليح واحد، هي بتختلف بس انك بدل ما انك بتعمل موفمنت للقمرة، بدل سقوطها ما يبقى تحت يبقى سقوطها فوق، دي اسمها الانفيرتد بي. هي قمرات ساقطة مقلوبة لأعلى ويكون منسوبها أعلى من منسوب البلاط، تستخدم في حالة وجود اشتراطات معمارية. اشتراطات معمارية زي ايه؟ تستخدم في حالة وجود بدروم جراج تعاكس قمرة ساقطة من الدور العلوي، فيتم قلب هذه القمرة، وتستخدم أحيانا في البلكونات لتلاشي ظهور من عشان ما يبقى يعني بيعملوها في البلكونات عشان ما تبقى الساقطة كده بشكل رخم، فبيعملوها منها تستخدم كسور، جزء من السور بتاع البلكونة، ومنها ما تبقى الساقطة كده بشكل تحت يبقى شكلها رخم. بالنسبة بقى للبدرومات، انت عندك ادي ادي سقف البدروم اهو، سقف البدروم ممكن يبقى نازل منه كاميرا كده بالشكل ده. طب انا عندي منزل الجراج بالشكل ده اهو، ادي منزل الجراج كده، تمام، العربيات وليكن مثلا هتنزل كده، طيب هتنزل كده، ممكن العربية تقابل في طريقها القمرة الساقطة دي اهي، قمرة ساقطة اهي، فبالتالي ممكن القمرة دي تعاكس دخول العربيات في الاتجاه ده. فأنا بعمل ايه؟ بعمل ان انا بقوم محول القمرة دي لقمرة مقلوبة كده، ادي الحتة اللي بقول لك عليها اهي، وبالتالي مدخل العربيات يبقى بالشكل ده عادي، اسف، جوه البدروم مفيش اي مشاكل. عند تصميمها يتم عكس القطاعات مع العزوم عكس القمرات الساقطة، وبالتالي يتم عكس حديد التسليح الرئيسي. حديد التسليح الرئيسي زي ما قلت بيبقى تحت، بيبقى تحت برضه مش فوق، والحديد الثانوي هو اللي بيبقى فوق. تمام، شكل المومنت لما بنرسمه هو واحد، بنطلع كمية الحديد واحدة ما فيهاش أي مشاكل، ولا المومنت بيتقلب ولا حاجة. تعال بقى نشوف الهيدن بيم. الهيدن بيم أو القمرات المدفونة، يقوم قطاع القمرة فيها بالعارضة ويكون مدفوم ضمن قطاع البلاطة. يعني البلاطة بيبقى التي بتاعتها كلها، الارتفاع بتاعها كله بيساوي سمك البلاطة،
ليه بعملها لاعتبارات معماريه، انا مش عايز يبقى فيه كمره بالشكل اللي قدام حضراتكم ده فوق، مش عايز الشكل ده يبقى موجود، فبعملها كمره التي بتاعتها او سمكها بيساوي سمك البلاطه عشان ما تبانش معايا. لكن بيبقى لها تسليح رئيسي، التسليح الرئيسي بتاعها برضو بيبقى في الاسفل. نقدر نقول بقى ان احنا بنعوض ان سمكها بيبقى قليل، ان احنا بنكبر البي بتاعتها شويه، اللي هو عرض الكمره بيبقى كبير الى حد ما شويه، عشان اقدر اعمل لها جساءه الى حد ما اكبر من الجساءه اللي بتفقدها نتيجه ان انا بقلل الدبس. تمام. لكن طريقه التصميم واحد، والمومنت اللي عليها واحد، ودي اقل انواع القمرات جساءه. بتستخدم فين القمرات الهيدن بيم دي؟ غالبا بتنتشر بكثره في اماكن في نظام البلاطات الهولو كور بنشوف فيها هيدن بيم كتير جدا. ده كان الفرق الجوهري بين البلاطات البروجكتد بيم والبلاطات الانفرتد بيم والبلاطات الهيدن بيم. زي ما قلت لكم طريقة التصميم واحدة، طريق شكل العزوم على كل منها واحدة، الأحمال بتنتقل لكل منها واحد. يعني أنا لو جبت موديل معين، سقف معين، وحطيت مرة في مكان معين بلاطة ساقطة، ومرة حشت البلاطة الساقطة وحطيت بلاطة مقلوب، وفي نفس المكان شلت البلاطة المقلوبة وحطيت هيدن بي، كمية الأحمال اللي بتروح لكلا الثلاث أنواع من البلاطات واحد، شكل العزوم في الثلاث حالات واحد، كمية التسليح في الثلاث حالات واحد، إلا الحالة الأخيرة اللي هي الهيدن بيم، التسليح بيزيد شوية. ليه؟ لأن الدبس، أنا قللت الدبس أو يعتبر مفيش دبس خالص، فعشان كده كمية التسليح بتزيد شوية. لكن في البروجيكتد بيم والإنفرتد بيم واحد. اللي بيختلف ايه؟ وضعية القمرة بالنسبة للبلاط، بيبقى بالنسبة للبروجكتد بيم بيبقى شكلها كده اهي، بالنسبة للانفرتد بيم بيبقى شكلها كده. لكن في الحالتين التسليح الثانوي هنا تحت، وهنا التسليح الثانوي تحت، والتسليح اسف التسليح الرئيسي تحت والتسليح الرئيسي تحت. التسليح الثانوي بيبقى فوق، التسليح الثانوي بيبقى فوق اذا كان في تسليح ثانوي. اما بالنسبة للهيدن بيم فهي قمرة مخفية تماما، ممكن ازود جسائتها باي حال من الاحوال عن طريق ان انا ازود عرضها شوية عشان اعرف اوزع حديد التسليح اللي هيبقى كبير الى حد ما بالنسبة لو قارنته بحديد تسليح القمرة المقلوبة او القمرة الساقطة، عشان اعرف اوزع حديد التسليح. تاني حاجة ممكن ازود التسليح بتاعها عن ازود الجساء بتاعتها عن ممكن ازود الدبس بتاعها 5 سم زياده عن الدبس بتاع السقف. يعني لو ممكن القمره دي، وليكن تعال نمسح الكلام ده كده، شايفين القمره دي قمره مقلوبه ايه؟ ممكن انت عندك هنا كده ده سمك البلاط، الجزء ده كله ده سمك البلاطه، والقمره المقلوبه نفس سمك البلاطه اهي. انت عندك هنا كده تشطيب حوالي 10 سم، تشطيب من رمل ومونه وسيراميك. انا ممكن بقى ازود سمك القمره المقلوبه دي في الحته دي كده اهو، ازوده 5 سم وادفنها الحته دي كده كلها كده، تبقى تصميم القمره. مش هقلق ازود 5 سم دي من فوق اهي، بحيث ان هي ما تبانش معايا في التشطيب، بحيث ان انا لما اشطب ده كله ده هحط رمل هنا، والرمل هنا يبقى قليل او مونه قليله، بحيث ان انا اخفيها في التشطيب. تمام. 5 سم برضو هتفرق معايا في كميات حديد التسليح. تمام. ده كان بالنسبة للفرق بين 3 أنواع القمرات. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة، واستنوني في المحاضرة الجديدة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.